أزمة في مصر بسبب زفاف أسطوري لمسؤول، ونجوم هوليوود يدينون استخدام الأسلحة في أفلامهم وتأثيرها على الأطفال، وموظفو تويتر وجها لوجه أمام إيلون ماسك. أهلا بكم. نجوم السياسة والمجتمع والفن والإعلام في مصر في الويكند كلهم اجتمعوا في مكان واحد، وهو حفل زفاف المتحدث السابق باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد. الحفل وصفوا الناس على السوشيال ميديا بأنه أسطوري، وهذا اللي تسبب في أزمة وعمل ضجة وجدل وصل صدى حتى للبرلمان المصري، فاللي كان لافت للانتباه فيه كمية المدعوين المهمين اللي حضروا، زي مثلا الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، ورجل الأعمال نجيب سويرس، وغيرهم من الوزراء والشخصيات البارزة اللي ضمت إعلاميين معروفين أيضا. كمان اللي خلى الزفاف يشغل المصريين هو أنه فنانين كثار حضروا كمدعوين، وأكثر من فنان جاء يحيي الحفل، أبرزهم عمرو دياب ومحمد رمضان. خلونا نشوف بعض المقاطع من الحفل. اللقطات المتداولة وغيرها كمان زي ما قلنا تسببت في أزمة وخلقت عاصفة من الهجوم على العريس خالد مجاهد. فصحيح أن الناس متعودة تشوف حفلات يعني مكلفة ونجوم مجتمعين فيها، لكن اللي خلاهم يركزوا مع خالد أنه كان مجرد موظف حكومي، والهجوم وصل للبرلمان المصري بعد ما تقدم النائب محمد سعد الصمودي بطلب إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء، واعتبر أن الحفل كان عبارة عن بذخ وقيمته تجاوزت 10 ملايين. ووضح النائب في بيانه اللي نشره في صحف مصرية أنه صاحب حفل الزفاف خالد مجاهد موظف حكومي في الدولة، سبق وأن شغل منصب المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، وتمت إقالته على خلفية اتهامات فساد مالي لحقت مسؤولين في الوزارة. فزي كأنه بيقول له يعني من أين لك هذا؟ الصمودي كان واضح، أو كمان وضح خلينا نقول مشاهدينا، أنه هذا هو الزواج الثاني لمجاهد وفي أقل من عام، وقال أنه الحفل ما بيتناسب مع مصادر دخل صاحبه، وبالتالي أثار تساؤلات مشروعة، وكمان استفز حشد من المواطنين في مصر في ظل حالة الغلاء غير المسبوقة والظروف الاقتصادية والمعيشية الطاحنة بحسب كلامه. عموما الكاتبة الصحفية شهيرة النجار كشفت لصحيفة المصري اليوم سر حالة الجدل اللي رافقت الزفاف، وقالت انه والد العروس مصطفى عبد السلام من كبار رجال الأعمال، وكان صاحب مطعم شهير ويأتي له كل نجوم الفن والسياسة، وهو شخص مجامل للناس وصاحب علاقات مميزة مع كثير من الناس. ينضم إلينا عبر الهاتف النائب محمد سعد الصمودي اللي قدم طلب الإحاطة بخصوص الفرح اللي تم وصفه بالأسطوري. أهلا فيك معنا. يعني واضح أنه عندك احتجاجات كثيرة على هذا الفرح، بس كان في تبرير طلع وعلى طول طلع كانوا بيقولوا أنه الفرح أقيم يعني أهل العروسة هم اللي عملوه، يعني مش العريس. يا أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا في البداية احنا بنشكركم على الاهتمام بهذا الامر. هو في الحقيقة طبعا زي سيادتك ما تفضلتي، هو مواقع التواصل الاجتماعي اثارت هذا الامر واثار جدل واسع في الشارع المصري، وطبعا احنا دورنا كنواب في البرلمان ان احنا نوصل صوت الشارع للمسؤولين والحكومة. فطبعا حضرتك هو الحفل اثار دهشة واستياء عديد من المواطنين في مصر نتيجة الإسراف والبذخ في الحفل. وأنا طبعا مش بنشكك في الدكتور خالد، هو احنا بنتساءل
أسئلة مشروعة بيسألها الشارع عن لا مصادر هذه الحفلة، إن كان هو بس موظف يعني لما في وزارة تقول الصحة. انه يعني احنا ما بنشكك في الدكتور خالد، بس نحن بنسأل هو من فين جاب الفلوس اللي عمل فيها هذه الحفلة، تمام، احنا يعني هذا بنتساءل، يعني تشكيك، تشكيك في ذمته هذا. احنا بنتساءل عن كيفية هذا الإسراف. يعني اه مثلا حضرتك بتقولي في صحفية بتقول إن والد العروسة هو اللي صرف على الحفل او غيره، او ممكن يكون هو نفسه يكون لديه مصادر دخل اخرى احنا ما احناش عارفينها. انا مثلا بقى كحجم موظف في وزارة الصحة خريج سنة 2009، هذا لا يتناسب مع وضع موظف، ده اللي احنا بنتكلم فيه. انما هو ممكن يكون ليه مصادر اخرى، دي اللي هيبان في الفترات القادمة، او محتمل يكون كلام الاخت الصحفية ان هو والد العروسة كرجل اعمال هو اللي صرف على الحفل. كل دي تساؤلات مطروحة وتساؤلات مشروعة، والشارع لابد أن يتضح له الحقيقة ويعرف مدى الحقيقة، طبعا في ظل الظروف اللي الناس بتعاني فيها حاليا، والظروف الاقتصادية طبعا الصعبة اللي احنا بنمر بيها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم وارتفاع الأسعار، فده طبعا بس أثر هل مع هذا الناس. الموضوع، يعني خلينا نكون كمان شوية صريحين، تمت تفضل. إثارته وكثر الحديث عنه بسبب قضايا الفساد اللي موجودة في وزارة الصحة واللي بيتم التحقيق فيها؟ طبعا ده عامل مهم، خلى من ضمن العوامل اللي خلت إثارة الناس. طبعا عندنا خلفيات قضايا الفساد في وزارة الصحة في الفترة الأخيرة، وإن دكتور خالد كان متحدث رسمي في لوزارة الصحة الدكتورة هالة زايد، نعم فده طبعا مع تواكب الأحداث الحالية فده أدى لتجميع الأمور في هذا السياق أو في هذا الاتجاه. طيب، بس كمان عشان أكون صريحة معك، صحيح في كثير ناس تكلموا في السوشيال ميديا عن الموضوع، بس في كمان أيضا بعض الناس اللي قالوا أنه يعني المفروض أنتم كانوا بيكون عندكم أمور أخرى، خصوصا في الوضع اللي أنت وصفته، تهتموا فيها من هذا الموضوع. كيف بترد على هذا التعليق؟ لا طبعا ده كلام سمع، احنا بنهتم بجميع الامور اللي تخص الناس، واحنا زي ما قلت لسعادتك ان احنا تحدثنا في هذا الامر توصيل لصوت الناس. الموضوع اثار جدل على السوشيال ميديا، ولكن احنا بنهتم بجميع القضايا وجميع المواضيع التي تخص المواطن المصري، نعم وبنتناول جميع القضايا وجميع ما يهم المواطن المصري احنا بنهتم به على الصعيد المحلي وعلى الصعيد العربي والدولي وجميع الأصعدة. طيب، نحن بنشكرك على هذه المداخلة وهذه التوضيحات. كان معنا النائب محمد سعد الصمودي اللي قدم طلب الإحاطة بخصوص الفرح اللي وصف بالأسطوري في مصر. مشاهدينا فاصل ونعود. أهلا من جديد. في هوليوود أكثر من 200 نجم وشركة إنتاج متخذين موقف موحد من استخدام الأسلحة في الأفلام والمسلسلات، فنجوم زي إيمي شومر وجوليان مور ومارك رافلو وشركات إنتاج كبيرة واللستة طويلة وضخمة وطبعا واضحة أمامكم، كل هذول موقعين وغيرهم على عريضة مفتوحة بتطالب بالحد من استخدام الأسلحة في الأفلام والمسلسلات، وبتدعو تحديدا للحد من المشاهد اللي بتظهر فيها أو بيظهر فيها أطفال شايلين أسلحة أو أسلحة نارية. طيب، هذه العريضة نظمتها حملة بريدي، وهي منظمة غير ربحية بتعمل على عدة أمور، أبرزها ضبط انتشار الأسلحة، منع العنف، وهدف العريضة ووقتها بيرجع لعمليات إطلاق النار الأخيرة واللي تعدت أكثر من 250 عملية إطلاق نار جماعي في كذا ولاية أمريكية، أشهرها طبعا اللي قتل فيها 19 طفل ومدرسين خلال إطلاق نار داخل مدرسة في ولاية تكساس. وبالمناسبة، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، فأكثر من 4000 طفل ومراهق أمريكي تحت سن 19 لقوا حتفهم بسبب الأسلحة النارية في عام 2020. كمان في كل عام في أمريكا بيتم إطلاق النار على أكثر من 40,000 شخص بالبنادق وقتلهم. طيب،
فنقدر نقول أنه الفكرة أنه كل هذه الحوادث وتراكماتها والاتهامات للحكومة جددت الصراع في أمريكا بين اللوبي المدافع عن الحق الدستوري في اقتناء السلاح وبين اللوبي اللي بيطالب بتقنين الموضوع أكثر وتصعيبه لتجنب اللي جالس بيصير. عريضة الفنانين والمنتجين هذول اليوم بتجدد النقاش حول سؤال بيتكرر كثير، هل العنف أو السلاح في الأفلام بيأثر فعلا على الأطفال والمراهقين؟ وهل لو قللنا من ظهوره حيصير الأطفال أقل عنفا؟ يعني حيعالج المسألة، ومو بس السلاح على فكرة، يعني هذا الموضوع نقدر ندخله حتى على كذا شغلة، يعني تدخين، شرب الكحول، أي عادة سيئة مثلا بتطلعها الأفلام والمسلسلات وبتربطها مثلا بأنه الواحد يكون كول يعني. فهل مفروض نقنن ظهور هذه الأشياء؟ طيب الألعاب الإلكترونية مثلا اللي مليانة عنف كمان، هذه إيش وضعها كمان؟ طيب حيحاول يجايبنا على هذه الأسئلة من عمان الطبيب النفسي دكتور ليث العبادي. أهلا فيك معنا دكتور ليث. يعني هل فعلا لما الأطفال والمراهقين بيتفرجوا على أفلام فيها أسلحة بيأثر عليهم لهذه الدرجة اللي ممكن تخليهم يلجأوا لأعمال عنف؟ أهلا بك سارة. هو أكيد بيأثر عليهم، ولكن كم الدرجة التي تؤثر تختلف من شخص لشخص، ولكن ممكن إذا توفرت عوامل أخرى قد تؤدي إلى العنف، ممكن يكون مشاهدة هاي الأمور في بعض البرامج أو المسلسلات يزيد من احتمالية أن هذا الموضوع يصير، لأنه المراهقين إجمالاً بيبحثوا عن بطل أو قدوة، فممكن ينرسم في بالهم صورة ل بطل معين في بعض الأفلام، كيف بيطلق النار، كيف بيتعاطى المخدرات، كيف بيشرب الكحول، ويشوف هذا كقدوة له ويحاول يقلده في بعض الأمور التي قد تصل إلى العنف وإطلاق النار. بس يعني ترى هذا النقاش كثير يعني بيتجدد، ويعني كل ما تصير حادثة من هذه الحوادث، طيب في كثير ناس حوالين العالم بيتفرجوا على هذا النوع من الأفلام، ويعني نسبة وتناسب ما بيعملوا هذه الأعمال، تحديدا يمكن في الولايات المتحدة في هذه الأحداث ظاهرة. طيب يعني هذا ما يقول لنا أنه يمكن لا في شيء آخر سبب لهذا الموضوع؟ أكيد في عوامل أخرى، هو أحد العوامل وليس بالضرورة أنه يؤدي إلى هذا الموضوع. العنف بيرتبط بكثير عوامل حدها بيولوجية، يعني في بعمر أطفال حتى أقل من 5 سنوات في بعض الدراسات اللي بتصور أدمغتهم تجد بعضهم ما عنده القدرة على التعاطف، وهاي عوامل من قبل 5 سنوات، عوامل بيولوجية تؤدي إلى زيادة احتمالية أنه يطلع شخص عنيف مستقبلاً. غير العوامل البيولوجية، شو بيتعلم في حياته، الضغوط النفسية، شو بيشوف في الأمور، شو الروادع اللي عنده، نظام الأمن، توفر السلاح، عدم توفره. يوجد عوامل كثيرة، التلفاز أو الألعاب الإلكترونية والعنف فيها هي أحدها، وبيزيد الاحتمالية وليس بالضرورة أنه يكون مسبب وحيد. إيه طب بس مثلا لو قلنا انه قارنا الموضوع هذا بالجدل اللي صاير على الالعاب الالكترونيه، يعني في الفيلم مثلا عادي في شخصيه وما ادري ايش وضرب ومضروب والكلام ده كله، الالعاب الالكترونيه بيجلسوا من اول اللعبه لاخرها وهم جالسين يصوبوا ويقتلوا في الناس، يعني مو هذه المفروض تكون اخطر؟ هي ممكن تكون اخطر بحسب التفسير اللي حكيتيه، ولكن بالاطلاع على بعض الدراسات شافوا انه لا، الخطر تاع الافلام اعلى من الألعاب الإلكترونية، لأنه هي معرفة بمخه أنها هي لعبة، هناك هي معرفة كحقيقة وهو بيشاهد الفعل كحقيقي، وفي بطل هو يعني يعرفه كبطل بالنسبة له. أما الألعاب الإلكترونية تزيد من العنف، ولكن مش مثل التلفاز بيزيد بنسبة أكبر، ولكن برضو الاستخدام للألعاب الإلكترونية بيزيد العنف، قد يكون أكثر. في بعض الدراسات اللي طلعت عليها بيّنت أنه التلفاز لا، هو أكثر، لأنه بيعطي يمكن صورة كاملة للمشهد زي ما قلت. طب هل في فرق في موضوع بين ذكر وأنثى في هذا الموضوع؟ نعم، الذكور بتأثروا أكثر بهاي المشاهد، لأنه برضو بالتركيب البيولوجية والاجتماعية دور البطل دائما يعني يزرع في الذكور أكثر من البنات، أنه من وظائف حياتك المستقبلية أن تكون أنت البطل، فبصير هو يبحث عن من البطل اللي أنا بدي أكونه والقائد العظيم، يعني الذكور للأسف يأخذ صورة خاطئة، يعني الذكور أكثر عنفا.
احتمالية أن يتأثر الذكور بالمشاهد التلفازية فيزداد العنف. شوف قال الجملة دحين واضحة تماما يعني كده بوضوح علشان ما يتمسك عليه شيء. طيب وإنه هم الرجال أكثر بيحاولوا إنه يعملوا نفسهم أو يعيشوا دور البطولة هذا حق إنه اللي مرتبط مثلا يكون بأي نوع من أنواع إنه كده القوة وما إلى ذلك يعني. يعني قد يكون نعم. اعترف عادي يا دكتور ليث يعني ما حنتهمك يعني عادي. صحيح صحيح. نعم. الذكور عندهم العنف طيب. الجسدي بشكل عام. طيب نعم. لو لا نلومهم هو نعاقب يعني إذا ارتكب أحد عنف يجب أن يعاقب ولكن أنا بتطلع على الأسباب وتفسيرها. طبعاً هي أسباب كثيرة لكن إذا الآن الأفلام شالت الأسلحة تماماً. يعني قد يكون هناك تأثير بس. لا لم يعني لن يتم دراسته فما بعرف كم راح يأثر. يعني ممكن وضعها بشكل بس ما يعني ما عندي القدرة على نعم قياس صح. كم التأثير راح يكون وصلت فكرتك بالمضار. أيوة شكرا على هذه الإجابات الواقعية. كان معنا من عمان الطبيب النفسي دكتور ليث العبادي. شكرا لك. شكرا لك. في إبريل لما أعلن إيلون ماسك عن عزمه لشراء تويتر وكشف عن صفقة الـ 44 مليار دولار من وقتها في معركة محتدمة بين الاثنين. هذه المعركة صعدها ماسك الأسبوع الماضي وهدد تويتر قانونيا بالتراجع عن الصفقة إذا فشلوا في تقديم بيانات بتوضح عدد الحسابات الوهمية بشكل دقيق. الشركة طلعت وردت عليه باختصار أن الصفقة هتكمل وحتتنفذ بالسعر والشروط المتفق عليها. ولكن بعد هذا التهديد والوعيد واللجوء للقانون يبدو أنه ماسك حاطط له كده خط رجعة أو خفف خلينا نقول من شده للحبل شوية. بس مو مع إدارة تويتر لا مع موظفيها تحديدا. في اليوم في خبر طلع أنه ماسك لأول مرة حيلتقي موظفي تويتر افتراضيا وحيجاوب على كل أسئلتهم. وهذا اللقاء أو خلينا يعني نسميه أنه الاستجواب مفترض أنه يتم الخميس الجاي وسميناه استجواب لأنه فعليا اللقاء مفترض يكون عبارة عن أسئلة واستجواب من موظفي تويتر لماسك خاصة أنه كثار منهم عبروا عن مخاوفهم من شرائه للشركة وكانوا مستنين هذه اللحظة إنهم يتواجهوا معاه كده يعني face to face. فلو رجعنا لبداية إعلان الصفقة هنلاقي إنه في أخبار كثيرة أكدت إنه موظفي تويتر كانوا بيطالبوا باراغ أغروال المدير التنفيذي لتويتر بأجوبة وشبه ضايعين كون إنه إدارة ماسك هتقلب الموازين. فهو من الآن جالس يتكلم عن التغييرات اللي ناوي يسويها وجالس كمان يرفع شعار الحرية المطلقة. وهذه واحدة من السياسات اللي مقلقاهم خلينا نقول لأنه كون أنه المنصة عندها مفهوم مغاير لحرية التعبير وبيشوفوا أنه تركها مطلقة ودون رقابة حيسبب أزمات زي انتشار الأخبار المزيفة أو العنف والتهديد. عموما الاجتماع الآن أعلن عنه باراغ أغروال المدير التنفيذي لتويتر وأكد في رسالة للموظفين عنه زي كأنه بيقول لهم يعني جهزوا أسئلتكم واستعدوا جيدا. طبعا نحن حنتابع تطورات ومستجدات الاجتماع المرتقب. ففكرة أنه ماسك يعني وافق يجلس معهم هذه في حد ذاتها لها عدة معاني. فهل هو خلاص يعني مشتري وبدأ ينفذ مهامه كمالك للمنصة أو يعني أقل لها أن فهم أنه جدي في موضوع الصفقة ولا هل هذه مراوغة جديدة منه؟ عموما مع ماسك كل هذه الأشياء ترجيحات فأكيد نحن حنتابع الموقف ونشوف تطوراته. بريتني سبيرز نجمة اسمها راجع للعناوين بقوة في الفترة الأخيرة. فلسنوات طويلة كانت متصدر الساحة فنيا لكن بعدها ومع خلافها المطول مع والدها بسبب الوصاية عليها وتحكمه فيها مسيرتها تأثرت ومؤخرا كسبت دعوة ضده وصارت حرة. والأسبوع اللي فات تزوجت كمان ومن وقتها وأخبارها مالية المنصات. لكن في جزئية معينة من فرحها يعني على العارض والمدرب الرياضي سام أصغري قلب الدنيا. طليق بريتني جيسون ألكساندر اقتحم فرحها كسر البوابة ودخل وطلع لايف على انستغرام من موقع الزفاف وقال انه بريتني عزمته وصار يصرخ هي زوجتي الأولى هي زوجتي الوحيدة.
What's up? You love roses? Who are you? Michael. Michael. للعلم بس زواجه من بريتني كان في 2004 واستمر 55 ساعة فقط. فالمهم أن الشرطة انطلبت لموقع الزفاف وقبضت عليه، واليوم توجهت له رسميا تهم التطفل والمضايقة عن طريق الملاحقة والتخريب والضرب. وفي مصادر إعلامية كمان بتقول أنه لما اقتحم الفرح كان شايل سكين. القاضي أفرج عنه بكفالة $100,000 وأصدر أمر ضده بعدم التعرض لبريتني أو زوجها لمدة 3 سنوات، ولو قرب منهم أو من بيتهم أقل من 90 متر بيكون انتهك أمر عدم التعرض هذا. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في أمان الله.